بجد ترحيب بحضراتكم مرة أخرى، الناقد الرياضي الأستاذ عادل السنهوري في ضيافة أخبارنا. أستاذ عادل، بتشرف بوجودك معايا. أنا بتشرف معاك أحمد، ويكون إن شاء الله كده لقاء جميل في أيام جميلة إن شاء الله. كيف ترى مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية؟ يعني وجهة نظري هي مجموعة متوازنة، يعني ما فيش أصبحت مجموعة صعبة ومجموعة سهلة، والبطل دايما بيسعى للبطولة. أنت أصبحت الآن على المستوى الافريقي يعني زعيم القاره زي ما تحقق بطل الكونفدراليه في المستوى التصنيف الاول، فبالتالي انا اعتقد اي مجموعه انت هتقع فيها فبيكون هدفك الاول هو الفوز بالبطوله، ملهاش علاقه بوجود فريق قوي او فريق ضعيف. انت دائما بتحترم كل الفرق وتقدر كل الفرق وبتسعى لتحقيق الهدف هو تحقيق البطوله، فبالتالي انا اعتقد لها بطوله متوازنه جدا. صحيح. ويعني ربما انه وقوع فريقين مصريين ما كناش نتمنى، ولكن نتمنى ان يكون الفريقين المصريين هو الزمالك والمصر باذن الله يكونوا صاعدين مع بعض. على المستوى التنافسي، كيف ترى وجود الزمالك ضمن مجموعه المصري البورسعيدي انيمبا النيجيري بلاك بولز الموزمبيقي على الصعيد الفني؟ بص، الزمالك دائما مهما كان مستواه او كان وضعه اي بطوله بالذات على المستوى الافريقي فهو المرشح الاول لها. صحيح. او كل الفرق بتبص له على انه دائما هو البطل المحتمل لهذه البطوله، فبالتالي انا اعتقد اكون المنافسه قويه جدا، ما عادش في فريق ضعيف او فريق قوي. علينا ان احنا نحترم كل الفرق، نستعد لكل الفرق جوه وبره، و يعني نشوف الدروس من البطولات اللي فاتت لما تعاملنا مع البطوله الماضيه بمنتهى الجديه رغم كل الظروف اللي كانت محاطه بالفريق وبالنادي تحققت، فبالتالي وده اللي حصل في بطوله السوبر الافريقي، فبالتالي انا اعتقد المنافسه هتكون منافسه قويه جدا. انت معاك نادي مصري عمل سكواد قوي جدا، معاه مدرب محترم جدا، والدوافع الى الفرق الاخرى زي انيمبا له سمعه على مستوى القاره، والفريق الموزمبيقي بلاك بولز في النهايه يعني الكره متطوره في موزمبيق، وشفنا الفريق الموزمبيقي في كاس الامم الافريقيه، فانا اعتقد ان هي المنافسه تكون قويه، لكن دائما البطل يسعى لتحقيق البطوله تسعى بالعناصر اللي انت بالفعل تمتلكها من لعيبه قادره، من عمل جاد، من بذل المجهود باقصى، بالاستعداد النفسي، بالمراه، بالاعداد الجيد، كل دي توصلك في النهايه لتحقيق البطوله، وان شاء الله تكون البطوله التاليه وحقق الزمالك رقم قياسي بالنسبه للانديه الافريقيه في تحقيق البطوله الكونفدراليه للمره الثالثه اللي ما حدش وصل لها حتى الان، حتى في الفوز بمرتين اللي فات. ارجع معاك 8 سنين لورا على صعيد المشاركات الافريقيه لنادي الزمالك امام انيمبا النيجيري، 2016 تشامبيونز ليج افريقيا، مباراه في انيمبا مع انيمبا في نيجيريا، ملعب المباراه عباره عن بركه ميه، نادي الزمالك بيفوز بهدف باسم مرسي 1-0، ثم العوده في بيترو سبورت ايضا بهدف باسم مرسي، والنتيجه كانت 1-0. هذه المباراه انا يعني ما كنتش شايف لعيبه قدامي من الزمالك، انا كنت شايف مقاتلين، روح قتاليه يعني غير طبيعيه استثنائيه من لعيبه الزمالك في هذه المباراه تحديدا، واعتقد انه كان في فتره توهج باسم مرسي، يعني كان باذل مجهود رهيب، وكل اللعيبه رغم كل الظروف المحاطه في هذه المباراه كان في افضل حالاته بالتاكيد يعني، واللعيبه بالفعل كانوا مدركين حجم المسؤوليه الموقعه عليهم في هذه المباراه، كانت مباراه صعبه جدا. بس انا اعتقد انه انيمبا ليس يعني من المستوى القديم، اللي انت عارف الفرقه دي دايما تطور. طيب تطور. استاذ عادل، عايز اناقشك في جزئيه هامه جدا، ألا وهي قصة الأفارقة المتألقين والمتوهجين في كل الفرق الأوروبية، فرنسا تلاقي 3/4 الفريق من أصول إفريقية، إسبانيا نيكولاس ويليامز، لامين يامال، كل دي لعيبة إفريقية. حلو. ليه بخبرتك ولك باع في الإعلام الرياضي؟ أقول لك ليه. تفضل. ابحث عن الأكاديميات، يعني
التخطيط الجاي حضرتك عرفت السؤال صح؟ اه طبعا. التخطيط الجاي للتنظيم السليم ابحث عن الاكاديميات، ابعد عن اي عوامل تانية احنا بنشوفها دلوقتي وبنسمع عنها في الاستثمار في الناشئين، ودور دايما على اكاديميات. كل هذه الفرق لديها منجم ده منجم ده. طب ليه الفرق دي بتروح اوروبا وما بتكملش في داخل القاره السمراء؟ يعني ليه افريقيا مش بتحظى بامكانيات ولادها، وليه ولادها بيطلعوا دايما بره؟ هذه الفرق دائما تسعى، الفرق الافريقيه تعلمت الدرس واصبح عندها اكاديميات تستثمر في هؤلاء اللاعبين. انديه كتيره جدا احنا شفناها في السنوات اللي فاتت استثمرت في الاكاديميات وفي الناشئين عندها بالذهاب الى الالتحاق بالفرق الاوروبيه، لانه ده هيشكل لهم عائد. هنا فكرة الاستثمار بمعناه الحقيقي هيشكل لهم بعد كده عائد مستمر ومتدفق للإنفاق على الفريق الحالي. فبالتالي بتروح هناك في بيئة مختلفة في سن صغير، بتتعلم أساسيات اللعبة، ليست أساسيات اللعبة فقط لا غير. أنا دايما أقول آخر حاجة هو لعب كرة القدم، لكن إعداد الإعداد الشخصية والإعداد النفسي والتثقيف والتوعية كل ده عشان تكون شخصية لاعب يكون عنده 17 سنة وتشوفه إنه نجم من نجوم أوروبا زي لامين يامال، نيكولاس ويليامز، ليفربول، فرنسا، يعني ممكن اقعد اعد معاك لبكره بالتاكيد. فبالتالي انت 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 هنا وكمان ده يرجع لذكاء من الفرق الاوروبيه، ان شايف ان افريقيا منجم ذهب لعيب على الفطره، بتجيبهم بتعدهم هم عندهم لديهم اللي هي البديهيات او اساسيات الاساسات البدنيه موجوده، وبتطور منهم وتستثمر فيهم وتستفيد منهم وباقل الاسعار. اعتقد هذه فكره علينا ان احنا ننظر ليها، يعني فكره الاكاديميات. اضيف على كلام حضرتك جزئيه مهمه جدا ويمكن دي وجهه نظر انا بشوف ان هي صحيحه 100%، ولكن ده هياخدني مع حضرتك لسؤالين. اول سؤال، ازاي بتشوف اداء نادي الزمالك على صعيد السكاوتينج وانتقاء المواهب زي ما حضرتك تفضلت وقلت؟ نادي الزمالك فعلا بدا يعمل دوت مع ناداي ومع كوستا، وبدا يروح للاكاديميات عشان يستقطب صفقات جديده بتكون موجوده في نادي الزمالك مع مواليد 2005. هو ده يعني فعلا. انت يا احمد، انا كنت يعني اكمل انه بالفعل احنا ما نشاهده نادي الزمالك بيعمله علينا نتوقف امامه فعلا. صحيح. وهو ده هذا التوجه الصحيح، يعني وفقا للمعطيات او ظروف النادي في الفتره الحاليه. فبدات وده ناتج عن واضح ان هناك العناصر الاحترافيه والعناصر كفء داخل مجلس الاداره اللي لديها سكاوتنج تيم على اعلى مستوى والعين اللي بتجيب. فبالتالي بدات تنظر الى هذا المستوى في استقدام لاعبين يكونوا هم مستقبل النادي بدون أن تتحمل ميزانية النادي المتعبة أصلا والمرهقة أصلا أي عباء مالية جديدة، بل بالعكس يمكن أن تستثمر فيهم سواء يكون ده مستقبل الفريق أو أن أنت تستثمر فيهم بعد كده، فده بتحقق العائد بتاعهم والاستثمار الجيد. وأنا أعتقد أنه ده هقول كمرحلين، لكن أنا من وجهة نظري أنه إن شاء الله الزمالك في الطريق الصحيح بإدارته الاحترافية الموجودة حاليا رغم كل التحديات ورغم كل الصعاب، لكن حققت خطوات وإنجازات كبيرة جدا سواء على الصعيد الإداري أو الصعيد الألعاب الكروية وخاصة في لعبة كرة القدم. أعتقد أنه المرحلة القادمة بإذن الله، وده ضروري الاتجاه ليه يا فكرة الأكاديميات لنادي الزمالك، ده هيكون استثمار جيد جدا بعيدا عن اي اشياء اخرى في مساله ما يجري حاليا في مساله الاستثمار في الناشئين وغيره. لازم يكون عندنا اكاديميات تكون رافد مهم جدا ان هي تديك لعيبه، وانت تستثمر ايضا كمان في اللعيبه سواء باعارتهم او ببيعهم لانديه اخرى او تصدرهم. هذه الفكره القد بظلالها على المسؤولين في المتحد الرياضي، ومن ثم تم إنشاء دوري للأكاديميات. صح. على أعلى مستوى من الدولة المصرية والمنظمات والمؤسسات الخاصة، تعاون بين المسؤولين وما بين القطاع العام والقطاع الخاص في كل الحالات بينتج عن إنتاج مواهب جديدة لمصر والعالم كله
من الاكاديميه. ده التفكير السليم يا حبيبي، لو انت عايز تخش بقى في صناعه حقيقيه ده التفكير السليم، وده هيوفر عليك وجع دماغ كتير جدا من اللي احنا بنشوفه. لقطه رائعه في الحياه من مسؤولين في المتحده للرياضه. طبعا بنوجه لهم التحيه، وده تفكير في الاتجاه الصحيح. انت كده بتحط لبنات حقيقيه لصناعه الرياضه في مصر او صناعه كره القدم في مصر، اللي هي اصبحت دلوقتي يعني منجم ذهب لدول ليست في حاجه للاموال، ولكن رغم ذلك مواهب صناعه كبيره جدا. فانت لما يكون عندك مواهب بالشكل ده وتصدرها، اولا ده هيحقق فوائد كتيره جدا في كل الاتجاهات، سواء على المستوى المادي او على مستوى اللعبه، يكون عندك لعيبه كمان للمنتخب. صحيح. انت دلوقتي بقيت تبص كنادي الزمالك للعيبه اللي عندهم الجنسيات المزدوجه سواء مصريه او غيره، اكتشفت ان هناك لعيبه مصريه كتيره منتشره في الدول الاوروبيه، في سواء في الرديف او في دور الناشئين. صحيح. موجودين معاهم الجنسيه المصريه. هو ده نعمله بتخطيط. نعم. بتخطيط سليم، ويبقى عندي قاعده بيانات لهؤلاء اللعيبه ان شاء الله، اللي بعد كده يكونوا يعني لاعبين فاعلين ودوليين، ولديهم الشخصية اللاعب الدولي اللي تفيد المنتخب المصري بعد ذلك، إلى جانب طبعا تحقيق العائد المادي والاستثمار المادي. وده اللي احنا بنقول عليه تكون خطوة مهمة جدا في إرساء قواعد صناعة الرياضة وصناعة كرة القدم في مصر. طيب أنا مش عارف حضرتك تتفق معايا ولا لأ، ولكن الأفريكان جينز أو الجينات الإفريقية بدأت بالفعل على مدار آخر 10 سنوات تتفوق وتتغلب على الجينات الأوروبية. وديك مثال، لامين يامال أصلا خريج أكاديمية فرنسا، أما فرنسا الجزء اللي هي تبع لفرنسا معظمها كونغو أنيمبا وناميبيا وغينيا الجزء الأفريقي، فكلها اللعيبة اللي في المنتخب الفرنسي، مش هقول لك بقى في الأندية الفرنسية، في المنتخب الفرنسي كلها تنتمي 70% من منتخب قوم المنتخب الفرنسي من أصول أفريقية، من أصول أفريقية، لأنه في النهاية يعني عنده الاساسيات، عنده البنيه الجسمانيه والقوه الجسمانيه والفطره، يعني فكره الفطره، الفطره في لاعب الكره، بالتالي بقى محتاج محتاج التطور والتعليم والتاهيل في اوروبا. فعندما يتوافق الاثنين دول الموهبه مع العلم بس بيكون نتاج للي احنا بنشوفه دلوقتي، كل شيء اصبح علم. صحيح. الموهبه وحدها لا تكفي. نعم. والعلم وحده لا تكفي. اذا عندك موهبه وعلم فاعتقد انت هتشوف 100 لامين يامال. اذا حضرتك بتتفق معايا ان الافريكان جينز او الجينات الافريقيه على صعيد كره القدم او الرياضه بتتغلب على الجينات الاوروبيه كتير، وده اثبت نجاح. ده صح كده؟ احنا بنتكلم عن كره القدم هتلاقي كتير، لكن ممكن تلاقي في مستوى كل الالعاب هتلاقي الجينات الافريقيه يعني موجوده يعني. طيب ملف وطرح هام جدا كان لابد ان احنا ناخد وجهة نظر حضرتك فيه، وده هياخدني معاك لملف اخر، وهو كيف ترى معدل الاعمار داخل نادي الزمالك، خصوصا ان جوزيه جوميز مهتم بشكل كبير جدا بالنزول بمعدل الاعمار وبناء فريق للمستقبل. وهنا جوميز لما تم انتقاده من بعض الناس، وهنا انا بكلم شريحة معينة فيما يخص قطاع الناشئين، وان الراجل بيعمل زج بالناشئين بطريقه كبيره جدا، قلنا كل اللي بينتقد جوميز هيجي يوم ويسقف، والكلام ده موثق وموجود واحنا قايلينه هنا في البرنامج. ده صحيح. شوف انت فطره استثنائيه. بس وانت بتكون فريق فطره استثنائيه ديت، والزمالك فريق بطولات والجمهور دايما متعطش بطولات وانتظر من البطولات، فبالتالي انت لازم تستعين بعناصر خبره ربما تكون عناصر فوق السن، ولكن عناصر تقدر بالفعل يعني تحط لك الفريق على اول. صحيح. الطريق بالهويه الزملكاويه، بالهويه الزملكاويه، واحنا شفنا المساله ليست بالسن ولا بتاع. ولكن طبعا بنتكلم بقى على مستوى استراتيجي. اعتقد من اول ما جاء جوميز ولديه خبره سابقه قبل ذلك، فانه السعوديه كمان بالظبط، فانه مساله ان انت ما بيبقاش فيه هناك فوارق ما بين الفريق الاول او بعد او ابتعاد من الفريق الاول وبين قطاع الناشئين، وانه مساله كل الخطط وكل المفاهيم تطبق على مستوى كرة القدم في نادي الزمالك سواء من قطاع الناشئين او الفريق الاول بالظبط. فبالتالي وده على فكره ده كان مطلوب جدا، يعني مطلوب جدا عشان اللعيب الناشئ ده لما يطلع ما يحسش انه
غريب في طريقه الاداء في الفريق الاول او طريقه اللعب الاخر، يبقى هو من البدايه هو عارف انه في سيستم كروي بيتعامل بيه نادي الزمالك في كره القدم من الناشئين الصغيرين لغايه الفريق الاول، وده كان مطلوب. لذلك احنا بنشوف الاجتماعات المستمره دايما ما بين جوميز ورسائل القطاعات من اللعيبه الكبيره المحترمه والاستعانه بيهم، وانه دايما بيروح يشوف مباريات كره القدم. انت شايف، انت كنت لسه مستضيف الكابتن ابراهيم صلاح واللي بيعمله في فريق 2008 اظن ولا 2009. لا هو دلوقتي كابتن ابراهيم ماسك المحله في دوري القصر. كان قبل كده كان الاول ماسك فعلا 2008 كان عامل الزمالك 2008 يا شباب صح؟ مظبوط تقريبا 2003 2003 كان مكسر الدنيا يعني بعد كده 2005 فمكسر الدنيا. وعلى فكره بالمناسبه كابتن ابراهيم صلاح كان موجود معانا هنا في البرنامج وقال لي على خبر حصري انتشر في كل وسائل الاعلام الا وهو توقيع نادي الزمالك مع عدد من الموهوبين وعدد من المواهب في مشروع كابيتانو مصر. بالظبط هو ده اللي احنا بنقوله. طبعا بنبارك الكابتن ابراهيم صلاح وادى للزمالك كتير وكان من اللعيبه فعلا الرجال اللي احنا محترم نفتقد الروح جداً بتاعتهم في واشتغل على نفسه كمان يعني يا استاذ عادل. انا كنت شاهد على رحلته اول ما بطل كوره، الراجل سافر اوروبا خد دورات وخد لايسنس واحتك وعمل شادوينج مع اكثر من نادي، ففي الحقيقه الراجل متاسس صح. ده اللي احنا عاوزينه يعني نموذج زي الكابتن ابراهيم صلاح. صحيح ده اللي احنا عاوزينه في الكره المصريه عشان يكون عندنا مدربين مؤهلين. واحنا عندنا في نادي الزمالك يعني انت شايف ما شاء الله منتشرين في عدد كبير من الفرق، فطبعا وجود الكابتن ابراهيم صلاح على راس يعني الاداره الفنيه في نادي غازي المحل اعتقد ان ده اضافه كبيره جدا، واعتقد انه ننتظر منه انه بالفعل البلديه فنعتقد انه هننتظر منه الكثير وهيكون له بصمات. الغزل برضو ما راحش بعيد يعني اثنين بقى ونادي الزمالك يعني. نجم نجوم الزمالك اعتقد ان هو ده برضو مشروع مدرب كابتن احمد عيد وهنشوف غازي المحل السنه دي في ظل قياده احمد عيد عمالك ممكن يعمل حاجات كثيره جدا باذن الله. طيب دلوقتي انت عندك بري سيزن في نص السيزن او في بدايه السيزن، بري سيزن مصغر شويه وهي فتره الاعداد اللي جوميز شغال عليها، وفي الحقيقه الراجل شغال بشكل رقمي ومعلوماتي وبيحط بلان لكل حاجه، وبالتالي تم الاستقرار على خوض ثلاث مباريات وديه بدايه من مباراه بتروجيت ثم ايسترن كومباني ثم بنك الاهلي تنتهي بزد بزد خلاص يعني انا اعتقد ان هو مستر جوميز كسب الرهان بالامانه يعني. وناس كتير انتقدته طبعا انه كان يعني بيخطط لشيء وعامه الجمهور شايفين انه لا احنا عاوزين بطوله ولازم الاداء يتحسن والاخر، ولكن هو في النهايه كسب الرهان لما عمل راحه لعدد كبير جدا من اللاعبين ولعب بفريق مطعم من الناشئين عشان نشوف حتى في النهايه انت لما يعني في ناشئين بتطلع بواحد او اثنين او ثلاثه وتاخد ده اللي حصل يعني انت على الاقل طلعت بثلاث لعيبه من الناشئين رغم ان انت يعني خسرت بطوله الكاس، لكن اعتقد ان انت كان مكسب بطوله السوبر اعتقد ده كان دليل على صحه وجهه نظر المستر جوميز، وان اعتقد انه هذه البطوله بتجيب بطولات كتير خلال المرحلة الحالية وكنا في انتظارها لأنه كان بطولة غير عادية في ظروف غير عادية استطعت أنت تحصل عليها. فبالتالي أنا أعتقد أنه الإعداد وفقا لخطة مستر جوميز وخاصة أنت عندك كمان لعيبة المنتخب موجودة وأنه خلاص قرعة الدوري يوم 20 وأنه المباريات هتبدأ نهاية الشهر، فأعتقد أنه هو يسير في ظل دلوقتي السكواد معقول جدا اللي انت وصلت اليه اصبح عندك لعيبه على مستوى اللعيبه الجديده اللي جت مع اللاعبين اللي تحت الفرقه اللي تحت السن مع الصفقات الجديده اللي ممكن تيجي، فانا اعتقد ان ده ممكن يساعد مستر جوميز على يعني تنفيذ خطته اللي بيسعى اليها ان شاء الله. الاعداد احنا عايزين بقى يبقى في استقرار وفي فريق يقدر يحقق لنا البطولات الكتيره جدا خلال المرحله القادمه مع الاستقرار الاداري في النادي مع مجلس الاداره الحالي، نستطيع ان شاء الله ان احنا نعيد تاني نادي الزمالك اسمه
التاريخي اللي احنا نعرفه، الجماهير على مستوى الوطن العربي سواء في مصر او في افريقيا تعرفوا على نادي الزمالك. فباذن الله يكون اعداد رغم يعني الظروف الملخبطه في الدوري اللي قعد لمده سنه، اطول دوري في العالم، مع المباريات المتلاحقه مع السوبر. انت كان عندك سوبر مهم، بطوله مهمه جدا، والكل ما كانش متوقع لك الفوز، ثم داخل على بطوله جديده كل متحفز ليك دلوقتي كبطل السوبر، ثم بعد ذلك فتره تعداد قصيره جدا استعدادا ليه بقى عندك كونفدراليه وعندك. بس انا دايما اقول خلينا نبص واحده واحده، يعني دايما بتخطط تكتيكي واستراتيجي. تكتيكي اللي هو اللي جاي، انا عندي اللي جاي السوبر المصري، وهيبقى تحدي كبير امام نادي الزمالك للفوز بهذه البطوله، لان الفوز بهذه البطوله هتاكد الزعامه القرويه الحقيقيه. صحيح. لنادي الزمالك. صحيح. خلينا نقول خلينا يوم 20 يوم 24 باذن الله عندك ماتش قوي جدا امام بيراميدز، ثم اذا ان شاء الله وصلنا نوصل للنهائي. طيب فيما يخص الدوافع لدى لاعبي نادي الزمالك، كيف يقوم جوزيه جوميز بتجديد الدوافع؟ مباراه السوبر الافريقي كان الدافع موجود، وهو الهجوم الغير مبرر والغير منطقي على قيمه نادي الزمالك التاريخيه وعلى لاعبي نادي الزمالك بصوره شخصيه. كيف يقوم جوزيه جوميز بتجديد الدوافع قبيل السوبر المصري؟ شوف يعني هذا الفوز علينا ان احنا محتاج قعده طويله عشان نقول ليه الزمالك فاز، ولكن لعيبه الزمالك زي بس يعني خدنا عنصر اللعيبه، لانه الفوز له عناصر كتيره جدا، سواء جهاز فني، سواء اداره، سواء لاعبين، ثم نمره واحد الجمهور. وده احنا لازم نقول دي العناصر اللي ادت في النهايه عناصر المنظومه الفوز. ماشي. خلينا بقى في السوبر المصري، ازاي الراجل يجدد الدوافع؟ انا اعتقد انه فعل خير كابتن احمد سليمان يوم السبت، خلاص يعني قعدنا 8 ايام بنحتفل وفرحنا، ومن حقنا نفرح طبعا، محدش يعني استكتر لنا هذه الفرحه. فبدا اللعيبه خلاص ما فيش ظهور في الاعلام، ما فيش سهر، ما فيش يعني ما فيش اي شيء اخر، انما دلوقتي قدامنا بطوله. فمن هنا يبدا يعني تحفيز اللاعبين مره اخرى. اعتقد انا من وجهه نظري اللعيبه مش محتاجه دوافع، اللعيبه عرفت طريق النصر ومذاق وحلاوه الفوز. شوفوا لما فزتوا بقى المساله شكلها ازاي، القرارات اتهافت عليكم، الاحتفال بيكم، تكريمكم الى اخره، واصبحتوا بالفعل انتم اسياد القاره الافريقيه. فبالتالي ده هذا في حد ذاته حافز ودافع لكل لعيب بشكل ذاتي. دور الجهاز الفني هنا بقى تعظيم هذا الدافع. صحيح. ان انتوا الابطال، مش عاوزين نقل عن هذا المستوى. ربما قبل بطوله السوبر اتقال زي ما اتقال، وانا كنت شايف دايما بعد ما فزنا بالسوبر قلت ده كانت خطه قطاع استراتيجي، انما يكون هذا المستوى اللي احنا ظهرنا فيه بهذه الروح بهذه العزيمه نظهر بها ان شاء الله في بطوله السوبر القادمه، لان الكل منتظرك انت. صحيح. نعم. عشان ما فيش في الدنيا اغلى من صحه الانسان، وعشان توجيهات فخامة السيد الرئيس وهي حملة 100 مليون صحة، اتحرك مجلس إدارة نادي الزمالك، وإيمانا بدور مجلس الإدارة في الاهتمام بصحة أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، بنشوف العيادات الطبية لنادي الزمالك على المستوى الأوروبي لا تقل كفاءة ولا تقل قيمة عن أي عيادة ممكن تشوفها في أي حتة في أوروبا، في أي حتة في العالم. بتشوف دكتور حازم خميس موجود، دكتور مدحت العدل، قيمة وقامة على كل الأصعدة، مجلس الإدارة على رأس المجلس طبعا الكابتن حسين لبيب، رامي نصوحي، الكابتن أحمد سليمان، دكتور عبد الله جورج، الأستاذ هاني بيرزي، دكتور حسام المندوه، طراز أوروبي على الأراضي المصرية، وعيا وإيمانا بدور مجلس الإدارة في الاهتمام بأعضاء الجمعية العمومية والارتقاء بالمستوى الطبي داخل نادي الزمالك. تم بحمد الله
افتتاح العيادات الطبية لنادي الزمالك. الصورة لوحدها أنا مش محتاج أتكلم، مش محتاج أوصف، مش محتاج أقول، الصورة خيره دليل. أستاذ عادل تعليق. جميلة بصراحة، يعني بص يعني بصراحة مثل هذه الخدمات العظيمة اللي بتقدم لأعضاء النادي ده يجب أن احنا بالفعل بدون يعني مبالغة ان احنا نوجه فيه التحية والتقدير لهذا المجلس. رغم كل هذه الصعوبات انما هو بيسير بخطة واثقة وخطة متوازية. دي اولا الدور الاجتماعي المهم جدا وتقديم الخدمات الاجتماعية بكل صورها سواء في المصايف او الرحلات او الانشطة الاجتماعية، ثم عمل يعني الوحدة الطبية دي او العيادة الطبية دي بهذا المستوى. اعتقد هو يعني النهارده خبر مفرح جدا لكل اعضاء. انا استاذنك بس محتاج اضيف بعض الاسماء اللي انا كنت بقول من الذاكره ما كانتش موجوده في الافتتاح. الكابتن هشام نصر طبعا وله باع كبير جدا في قصه الامور الهندسيه وله دور في صوره الزمالك الجديده، وايضا المهندس مجدي ميشال رئيس اللجنة الهندسية في النادي، وأحمد خالد حسنين اللي عامل شغل كبير في السوشيال ميديا، والزميلة العزيزة والإعلامية المتألقة نيرة الأحمر، ومن الناس اللي احنا بنعتز بيها طبعا دكتور عبدالله جورج. كل دي قامات كبيرة جدا، ولكن خليني أروح مع حضرتك ومع المشاهدين للتعليق هام جدا من الدكتور عبدالله جورج فنتابع. أهلا وسهلا بكم أعضاء نادي الزمالك في المركز الطبي الجديد لنادي الزمالك. الحقيقة احنا لما جينا لقينا ان لابد ان احنا نعمل مركز طبي يقدم خدمات ما كانتش موجودة قبل كده في نادي الزمالك. الحقيقة المركز الطبي ده شبه متكامل في حالات الطوارئ. احنا عندنا أجهزة رسم قلب، عندنا أجهزة إنعاش، عندنا جهاز صدمات القلب، عندنا جهاز بيقيس الفيتال ساينز الدلائل الحيوية لكل المريض لو حالته تستدعي كده، عندنا إمكانية إن إحنا ننقله محاليل في احتياج لمحاليل معينة إذا كان في حالة صدمة أو حاجة كده، عندنا لو كنا شاكين في حاجة محتاجة موجات صوتية احنا عندنا جهاز للموجات الصوتية، عندنا كل التجهيز لتعقيم الآلات، مثلا لو لا قدر الله في حد محتاج اي غرز او اي حاجة فاحنا عندنا كل الآلات اللي تسمح ان احنا نعالج اي جروح، بجانب ان احنا هيكون عندنا جهاز تعقيم بنعقم بيه حتى الغيارات على الجروح. اتمنى طبعا ان احنا ما نوصلش حد حالته تكون كده، انما احنا هنبقى جاهزين ان احنا نقدم الحالات الطارئه ان احنا نقدر نخدمها لغايه ما هي ممكن تتنقل لاي مركز متخصص. عندنا السونار، عندنا الايم بادي جهاز اللي هو ممكن ان احنا نقدر نعرف للرياضيين بالخصوص، صحيح هي للأعضاء بس في أعضاء كتير قوي أبنائهم من الرياضيين، احنا نقدر نقدم صورة كاملة عن الجسم الكامل بحيث ان المدربين يقدروا انهم يستفيدوا من الخدمة اللي احنا هنقدمها، بجانب ان احنا بنقدم الخدمات العادية للأعضاء اللي هو الضغط والكشف القلب والصدر وممكن كمان قياس السكر، وطبعا اللي محتاج حاجة احنا ممكن نقدمها له، انما في النهاية احنا كلنا نفسنا نخدم اعضاء نادي الزمالك. اسمحوا لي في النهاية ان انا اقدم خالص الشكر للاستاذ ممدوح عباس اللي قام بإنشاء العيادة دي من الألف للياء من سكراتش. الحقيقة هو اللي عمل كل الحاجة الجميلة العظيمة، لأنه هو حس إن نادي الزمالك وأعضاء نادي الزمالك
يستحقوا انهم ياخدوا خدمه طبيه تليق بيهم. وشكرا تاني للاستاذ ممدوح عباس. شكرا شكرا شكرا. كل الشكر للدكتور عبد الله جورج. سنوات وسنوات من العطاء داخل نادي الزمالك وما زال العطاء مستمر، والشكر موصول لكل اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك على كل هذا المجهود وكل هذه المنشآت اللي احنا بنشوفها داخل نادي الزمالك. اعتقد حضرتك بتشوف احدث الاجهزه، احدث الامكانيات موجوده داخل جدران القلعه البيضاء ب 100 عقده. يعني شوف، رغم كل حاجه للامانه، مجلس اداره والمحبين والعاشقين نادي الزمالك وهم كثر يعني بنسوش او ما تنسوش ان هناك دور اجتماعي لخدمه الاعضاء وتوفير لهم كافه الخدمات، على راس هذه الخدمات هي الخدمات الصحيه. حضرتك شايف الصوره في منتهى الشياكه اللي في الدنيا، يعني حاجه بتليق باسم وحجم جمهور نادي الزمالك واعضاء الجمعيه العموميه. نادي الزمالك ده كبير قوي طبعا للامانه. طبعا نادي طبعًا. انا مش عايز اقول لك، بس أنا الصوره اللي طالعه شيك، حاجه براند بتشوف قدامك، بتشوف قدامك فريم جميل، حاجه جميله. هذا ما يليق، هذا اللي احنا دائما ما كنا بنأمله ونبحث عنه في نادي الزمالك، لأنه ده نادي عريق ونادي من أكبر القلاع الرياضية في أفريقيا وفي الدول العربية. فيعني أعتقد لازم يكون في ما يليق باسمه وما يليق بأعضائه، وإن شاء الله نقول القادم الأفضل ما دام هناك استقرار. شوف يا أحمد، أنا أعرف يعني أنت لما يعني حصل انه في مجلس اداره على اعلى مستوى من الكفاءات، بيضم كفاءات يعني كبيره جدا. صحيح. مش في النادي ده، في مصر، حاجه في منتهى الشياكه بصراحه. ربنا يخليك. طبعا ده حاجه رائعه، ونشكر كل مجلس الاداره، ونشكر الاستاذ ممدوح عباس ومساهماته، ونشكر الدكتور جورج سعد، عبد الله جورج سعد طبعا، لانه طبعا ده عيله زملكاويه عريقه بتمتد يعني جذورها لسنين كتير، من الخمسينات. صحيح يعني. فبالتالي بنشكر كل اللي ساهم في ده، واعتقد ده هيكون له يعني تاثيره الايجابي، رد الفعل الايجابي. صحيح. من الاعضاء. ان انتوا بس مش مشغولين بالكوره. صحيح. انتوا مشغولين كمان، انت شفت المصيف وشفت يعني الخدمات الاجتماعيه دي، دور مهم جدا يعني. صحيح. ده يدل على ان هناك اداره شغاله في كل النواحي. صحيح. شغاله في صحيح. كل الخطوط. استاذ عادل، الكلام مع حضرتك ممتع جدا، ولكن استاذن حضرتك خلص بسرعه. انا لا، لسه احنا هنطلع الفصل ونرجع نكمل كلامنا، وعندنا حديث هام جدا مع الاستاذ عادل السنهوري، ولكن بعد هذا الفصل فنتابع. مرة ثانية بجد الترحيب بحضراتكم استاذ عادل، حديثا بالسوبر الافريقي ثم الكونفدرالية الافريقية. نروح لملف اخر هام وهو السوبر المصري، كيف ترى مواجهة بيراميدز امام نادي الزمالك؟ طيب خلينا نقول ان هذه البطولة بطولة مهمة جدا، ولازم ده يعني لعيبة الزمالك يعني مش في حاجة ان احنا نذكرهم ان دي بطولة مهمة جدا. انت اصبحت البطل، عليك انك تثبت انك كنت جدير بالبطولة السوبر، وانك جدير انك تكون بطل. صحيح. خلال المرحلة القادمة. فده اعتقد دافع يعني هم اعتقد فاهمينه كويس. عندنا الحمد لله في الفريق دلوقتي كباتن كبار، الدور الجبار اللي لازم على فكرة نقوله دي شيكابالا، كابتن شيكابالا، يعني انا وجهة نظري انه دوره مهم جدا دلوقتي في هذه المرحلة بعد ما وصل لمرحلة من النضج. اعتقد الان الفريق كرة بيستفيد منها كتير جدا، وشفنا عمل ايه شيكابالا. عندنا زيزو، عندنا مش عارف، عندنا عبد الله السعيد، يعني اللعيبه الكبار دي اللي عندها من الخبرات ما يكفي تنتقل هذه الخبرات لعمر جابر طبعا عشان ما انساش، تنقل هذه الخبرات لباقي اعضاء الفريق، ويعني استنفار بداخلهم يعني دافع الدافع للبطوله وقيمه نادي الزمالك وارث نادي الزمالك. انت امام عرفش الورقه اتعملت ازاي، بس يعني انت امام فريق كبير جدا، فريق بدا يحط رجله على او قدم على طريق البطولات بعد ما فاز بكاس مصر، وهو فريق بيراميدز، فريق يعني يتمتع بسكواد عالي جدا، لعيبه على اعلى مستوى، وبدا التدعيمات الاخيره كمان. اعتقد ان انت حديثا بفريق بيراميدز، وعذرا على المقاطعه، ولكن نادي بيراميدز سافر خصيصا لتركيا عشان يعمل لسه عايز اقول لسه كمان لك ان كمان دخل عشان تعرف ان هو
بص للبطوله ازاي مهتم بهذه البطوله ازاي، وبعد ما فاز بكاس مصر بدات ان هو لحق ببطوله السوبر القادمه، سافر لتركيا عشان من معسكر ولعب مع فرقه على فكره من الدوري العام التركي زي كونيا سبورت على ما اتذكر، فبالتالي هو استعد استعداد جيد. فانت امام مباراه انا بعتبرها بصراحه نهائي مبكر زي ما بيقولوا، يعني نهائيات الزمالك هو بالفعل نهائي مبكر، نهائيات الزمالك وبيراميدز هي نهائيات مبكره. انت لعبت معانا نهائيات قبل كده في الكاس وكانت لا تقل متعه، بتمتاز بالاثاره والمتعه والفنيات العاليه وتشوف كره جميله، كره حلوه صحيح. من فرقتين حقيقه يعني ما فيهاش الشد العصبي زاد عن اللزوم، ما فيهاش درجه الاحتقان العاليه ولا حتى خروج عن النص جماهير او من اللعيبه، فانت كنت بتستمتع وما زلت متذكر مباريات كثيره جدا لي مع بين الزمالك وبيراميدز، يمكن شاركه بتاعه 3-0 بتاعت الكاس اظن كاس مصر، فبالتالي ان انت الجمهور وكل الجمهور في مصر منتظر هذه المباراه، رغم ان انا كنت اتمنى ان تلعب في توقيت يعني متاخر شويه الساعه 4، ما اعرفش الاجواء هناك بتكون عامله ازاي في ابو ظبي، ان كان ممكن يتم تاخيرها شويه. بتفق عشان حضرتك في هذه الجزئيه، لانه الساعه 4 دي مش عارف ليه يعني مش ان شاء الله يكون الجو كويس يعني من اللي اختار الميعاد ده، لانه كان لان دي مباراه اعتقد هتكون من امتع المباريات البطولة السوبر القادمه، فانا اعتقد ان انت الفريقين كتابين مفتوحين لبعض، يعني ما انت عارف بيراميدز كويس وبيراميدز عارفك، ربما ان انت التدعيمات الاخيره دي مع اندماج اللعيبه الجديده، اللي انت خلي بالك الناس مش واخده بالها ان الثلاثه الجداد دول ما عادوش غير اسبوع واحد مع نادي الزمالك، يعني بنتايج مش لك وعمر فرج ما عاشوش اكتر من اسبوع. انا عايز اسال حضرتك سؤال، حضرتك بتشجع الزمالك من سنه كام؟ انا بس عشان يعني انا من بدايه عوده الكوره سنه 71. يعني بقالك كام سنه كده بتشجع الزمالك؟ لا ده حاجه و50 سنه. حاجه و50 سنه؟ 50 51 سنه. ايه اكتر بطوله فرحت بيها مع نادي؟ طبعا كلنا بنفرح ببطولات الزمالك، ولكن ايه البطوله الغاليه بالنسبه لك؟ بص هو في محطات للامانه يعني. يعني انا مثلا 78. لانه كان 78 انه كان المنافس بدا جاب مدرب اجنبي على اعلى مستوى، بدا الجيل الذهبي بصراحه، فانت بتاخد بطوله كانت بطوله 78 دي، رغم ان كان عندك اسماء كبيره جدا يعني من اعتقد من يعني من اجمل الفترات اللي لعب فيها الزمالك بالفتره الذهبيه دي اللي كانت في منتصف السبعينات لبدايه 82 في الفتره دي، كان الزمالك يعني بالاسماء حاجه عظيمه يعني كل فرد فيهم، حسن شحاته، فاروق جعفر، طه بصري، علي خليل، يعني اساطير اللعب يعني بالفعل. ف 78 دي كانت البطوله بصراحه يعني. بعديها كانت 2014 لما خدنا دوري وكاس من الاهلي، اعتقد دي برضو كان من بطوله يعني بالنسبه لي كانت فرحه هستيريه، لانه النادي كان بدا يخش في مشاكل و و و اخره، فانك تاخد كانت بطوله كانت مهمه. الكونفدراليه الاولانيه والثانيه بصراحه بقى الفرحه الاكبر كانت في هذه البطوله الصغر بالنسبه لي انا. طيب شوف انا بقالي استاذ عادل حضرتك بقالك 51 سنه بتشجع الزمالك، بتشوف ان اغلى بطوله بالنسبه لك كانت السوبر السوبر للامانه؟ اكيد الجيل ده محظوظ. لا ده مش محظوظ، الجيل من المشجعين يعني. لا طبعا بص يعني جمهور نادي الزمالك ده حدوته مصريه طبعًا يعني طبعًا. دي ده كتبت فيك ده فلسفه وعلم نفس عجز العلم بتاع. حضرتك انا كان معايا دكتور وائل رفاعي واحد من الاساتذه يعني في الطب النفسي والطب النفسي الرياضي وعلم النفس، بيقول لي مفيش اي اكويشن او مفيش اي حاجه في الدنيا تقدر تفسر مدى عشق هذا الجمهور لنادي الزمالك اللي هو لا متناهي. انا كتبت قلت قبل كده دي اللغز مش هيقدر يحله اللي بيحب نادي الزمالك. صحيح. انا بحب نادي الزمالك مش عشان البطولات، ده كيان. انا بحب هذا الكيان وانتمي لهذا الكيان لانه شايف انه بيعبر عني. صحيح. طيب انا هاخد من حضرتك هسيبك دقيقتين تحضر التشكيل المتوقع وطريقه اللعب الانسب، ولكن اروح مع جمهور الزمالك لموضوع الحلقه وارجع لحضرتك تاني. موضوع حلقتنا النهارده كان رايك في مجموعه الزمالك بكاس الكونفدراليه الافريقيه.
البداية من عند كيرلس ناصر. مساء الخير عليك يا أستاذ أحمد. من وجهة نظري مجموعة متوازنة إلى حد ما، وأعتقد أن الزمالك والمصري الأقرب للصعود لدور الثمانية، ولكن ممكن يلاقوا منافسة من بعيدة لبعض الفرق زي أنيمبا النيجيري، وأتوقع أن الفريق الموزمبيقي هيكون حصالة المجموعة. على أي حال طبعا بنتمنى التوفيق لنادينا الملكي، وإن شاء الله تحقيق اللقب والبطولة تكون من نصيبنا، وتحياتي لحضرتك ولكل فريق العمل. بشكرك يا أستاذ كيرلس، شكرا جزيلا. طارق عبد الكريم تامر، والله يا شباب يعني قربوا لي بس كده الدنيا شويه عشان الشاشه بعيده. تامر عبد الكريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله الزمالك يفوز بالبطولات بالاصرار والعزيمه، ان شاء الله مجموعه صعبه وعايزه تركيز من الجهاز الفني واللاعبين، ان شاء الله دايما الزمالك في المقدمه. محمد صالح بيقول بشرة خير، السنة اللي فاتت كان معانا فيوتشر والسنة دي معانا المصري بالتوفيق للملكي. أنا محمد بتقول إن شاء الله الزمالك بطل الكونفدرالية. الشنقيتي بيقول الزمالك بطل الكونفدرالية للمرة الثالثة. خالد أبو النصر بيقول خالد ألو مصر، كل الدعم لفريقنا العظيم نادي الزمالك الحبيب. بشكرك يا أستاذ خالد. طيب اخذ من حضرتك توقع لهذه المباراه، وهل يبدا جوزيه جوميز بنفس التشكيل بتاع المباراه الاخيره في السوبر الافريقي، ولا هيكون في تغيير؟ اي تشكيل انا مع، بس بنفس الاصرار والروح، نفس العزيمه، نفس الشراسه صحيح المطلوبه في كره القدم. انا اعتقد ان شاء الله نفوز. يعني لو في وقت بسرعه، انا بفتكر ماتش قديم شويه 81 تشكيل الزمالك كان بتاع المباراه الشهيره بتاعت السياره ايه والعربيه ايه بتاعت الحريم. كان تشكيل الزمالك مطعم باربعه من الناشئين، والكابتن حسن شحاته قاعد بره، والفريق منافس ما شاء الله عد ولا تعد، وكل الفريق كل جمهور الزمالك قال لك ده كده هنتغلب، وبالعزيمه والاصرار استطعنا ان احنا نفوز 2-0. هي جمهور الزمالك مش هيتنازل عن الشكل اللي بان فيه والاداء، ولا لعيبه نادي الزمالك ولا قيادته الفنيه ولا مجلس الاداره. انا شايف بالنسبه لناصر منسي انه اصبح تغييره جمهور متفائل بيها. صحيح، يعني لو ممكن هو تكون ورقه رابحه جوميز يقلب بيها احداث المباراه. يعني انا للاسف وقتي خلص. هو نفس التشكيل مع وجود انه انا اعتقد اللعيب البولندي مش لاك ممكن ياخد يكون ليه ادوار. صحيح، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. سعيد وكل سنه طيب. بمناسبه طبعا عيد اكتوبر، احنا عايزين نقول طبعا الشعب المصري، لا قلنا امبارح والفوز وغنينا مع والفوز بالسوبر المصري ان علينا نحتفل بيه، وان شاء الله نحتفل بيه ونحتفل بالسوبر المصري باذن الله، سوبر افريقي، وان شاء الله سوبر مصري قادم باذن الله. والله عز وجل نصيب نادي الزمالك. مشاهدينا الاعزاء، عاش الزمالك، عاش الزمالك زي ما استاذ عادل بيقول. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. في الحقيقه عايز اخص بالذكر كل طاقم العمل فريق الاعداد، اتكلم حسام، رامي، احمد توفيق، الاستاذه مروه، كلهم في الحقيقه تعبوا جدا في الحلقه بتاعت جوزيه جوميز اللي نالت اعجاب جمهور الزمالك، واللي كان فيه تفاعل كبير من جمهور الزمالك معانا او معايا انا شخصيا على السوشيال ميديا. بشكرهم شكرا جزيلا، بشكر طاقم العمل بالكامل، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة. السلام عليكم.